السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختبار الآيلتس، كثير منا يعتقد أنه لما يدرس في معهد وستة شهور سنة ويروح يختبر الآيلتس ترى أنه راح يجيب الدرجة المطلوبة، وهذا غير صحيح. بدون ما تتمرن وتمارس الآيلتس في المنزل، يعني اختبار افتراضي خلينا نسميه، أنك تجيب الليسنينج الفورم. طبعا فيه في الانترنت فورمات كثير، يعني نماذج قديمة للآيلتس مع شروح المقاطع لها على اليوتيوب مثل هذا. الآن هذا نفس الفورم عندي الآن على يدي أسمعه Nations. Published by Cambridge University Press. بالضبط مثل This recording is copyright. اختبار فعلي بالضبط، أسمع وأجاوب وأرجع من جديد أشيك على إجاباتي، أشوف أنا كم جبت في الليسنين، كم خطأ. هي 40 إجابة، أشوف كم جبت أنا، هل جبت 20، جبت 25، جبت 30، وهكذا إعادة إعادة لما تتمرس إذنك على الاختبار وعلى المحادثات. متى الإجابة يقولونها؟ يقولون لك إجابة تمويهية، بعدين يرجع يعطيك إجابة الحقيقية. لازم إذنك تتعود على الشيء هذا. ترى أنا عانيت، اختبرت آيلتس كثير ما قدرت أجيب الدرجة صراحة المطلوبة مني. لذلك لما بديت أذاكر وبديت يعني أسمع الآيلتس وأسمع الاختبار وأسمع المحادثات الافتراضية، بديت إذني تتعود على الإجابة وبديت أعرف الإجابة من نفسي. صحيح الاختبار يكون فيه رهبة، ولأنه ما ينعاد مرة ثانية، ولأنك أنت مطلوبة منك درجة، لكن صدقني راح تستفيد كثير. هذا هو المقصود بالتحضير للآيلتس، لأن الآيلتس هو تكنيك. أنت تسمع المحادثات تعرف المحادثة، هل الإجابة تكون في أول المحادثة ولا في آخر الإجابة المحادثة ولا في نص المحادثة؟ صدقني راح تحس بفرق كبير كبير. وطبعا نفس الطريقة عندك الريدينج تختبره، فأنا عندي هنا الريدينج راح أمارس الريدينج، والرايتينج نفس الشيء، أنك تعرف شلون تنظم الأسئلة تبعك وتعطي الآراء والشروحات ووجهة النظر الأولى ووجهة النظر الثانية وهكذا. ما صدقني يعني إن شاء الله بتحس بفرق فيها. هذه الطريقة للتحضير للآيلتس باختصار، مجرد أنك تفتح النت وتكتب آيلتس، مثلا هذه اليوتيوب، تكتب مثلا آيلتس 7 تست 3. أنا الحين خلصت تست 1 تست 2 تست 3، وكل يوم تمسك نموذج وتعيده 3-4 مرات لما تحس انك جبت درجة فيها كويسة، وتبحث عن نفس النموذج هذا في PDF كامل فيه يمكن تقريبا 10 نماذج او 15 نموذج مع الاجوبة حقتها. اهم شيء الاجوبة تكون، ترى الاجوبة دائما تكون تحت، تطبعها كلها وترجع شيك على اجاباتك فقط. هذه الطريقة، والله يوفق الجميع ان شاء الله.